شيف، نحن رح نتابع فقراتنا وضيفنا زميل استاذ كمال ريشه مدير اذاعه الشرق. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. اذاعه الشرق العزيزه علينا كثير، على ما يبدو مبلشين بدوره برامج جديده وفي برامج بعدها ممتده من قبل. خلينا نبلش شوي. اول شيء، شو الكريتير لحتى اليوم يكون في دوره برامج متكامله؟ يعني شو مفروض يكون في بالمبدا كإذاعة بهالأيام؟ لا، هو بالمبدأ يعني كل فترة لازم، مش بس نحن، كل إذاعات بتغير دورات البرامج لأنه بتستهلك حالة البرامج، بتستنفذ، فبصير واحد مضطر يرجع يقدم مادة جديدة، يرجع يقدم فكرة جديدة، يرجع يقدم أي شيء جديد للمستمعين، والله بيتجروا منه، بصير في تكرار. هلا في أشياء هيك بتحسها إنه دائما باز، يعني في مواضيع دائما الناس بتحب إنه تكون موجودة بالنسبة لها، يمكن المواضيع الاجتماعية بطليعتها بعتقد. لا، كل المواضيع الناس بتحب انها تضلها موجوده، بس بتحب كمان انها تتجدد الزاويه طبعاً اللي عم تتم معالجتها فيها. عزيز. فنحن تاخرنا فتره على شبكه البرامج، والاسباب يعني مشان ما حدا يروح بسوء النيه، الاسباب كانت تقنيه بحت، لانه وقت اللي كان لازم نعمل دوره برامج جديده كنا بلشنا ننقل وقائع المحاكمه بلهاي المحكمه الدوليه، فالمحاكمه كانت تقريبا مش كتير واضحه المعالم، فاحيانا بتكون على الهواء، احيانا بيطفوا، احيانا بيرجعوا، فما كتير بروفيشنال انه نحن نعمل دوره برامج ونقطع هالبرنامج حتى لو عرفنا اوقات المحكمه، فانه بدنا نقطع برنامج بنرجع نمشي هذا البروجرام. فكان الخيار بين انه يا اما ننقل المحكمه تتماشوا مع الموضوع الى ان يبين مزبوط، يا اما بدنا ننقل المحكمه الدوليه يا اما ما رح ننقلها، فكان الخيار محسوم نحن، ولا زلنا حتى هذه اللحظه عم ننقل وقائع المحاكمه من لهي. بالوقت الحالي لا خلص، يعني مع استمرارنا صارت المحاكمات اوضح حتى هذه اللحظة، صرنا نعرف وقت المحكمة أيمتى وكيف كذا. فدورة البرامج الجديدة اللي أقريناها وحاليا يعني قيد التحضير، واللي مفروض أول أسبوع بشهر أكتوبر المقبل هي تبلش، بتتضمن بحدود الخمس برامج أو ست جداد، هن جداد على إذاعة الشرق طبعا، مش على الإذاعات الأخرى، بس كمان بيحملوا مثل ما نحن بنعمل البرامج بالعادي، يعني نحن بنحط عنوان لشبكة البرامج وعلى ضوءه بنقرر شو هي البرامج يلي بدنا نعملها. فإذا يعني شو العنوان هلا؟ الاعتدال. هذا هو العنوان الأساسي اللي نحن عم نشتغل عليه اليوم، فمشان هيك يعني في اتفاق كان حاليا مع الشيخ الدكتور مرعب، حسن مرعب، هو رح يجي يقدم برنامج الاعتدال يلي هو بيستضيف معتدلين من كل الطوائف اللبنانية بكل على مساحة الوطن وحتى من خارج الوطن، إذا توفرت لنا الإمكانيات نقدر نلتقي معتدلين بيشبهونا ومنشبهون. فهي هي الفكرة الأساسية اللي بدها تكون عنوان شبكة برامجنا الجديدة اللي رح تبلش بأول تشرين، الأسبوع الأول من تشرين الأول. أوكي. فهو معتدلون هو اسمه للبرنامج، هو اللي رح يكون العلامة الفارقة إذا بدنا نقول، طبعا مع برامج أخرى ما عم نحكي عن بس معتدلون. نحن عندنا تجربتين بلشنا فيهم مناطقيتين، هن حديث الشمال مع زميلنا عبد الله برودي، وعندنا تجربة حديث الجنوب مع زميلنا طارق أبو زينب. والحقيقة يعني حديث الجنوب بفترة كتير وجيزة قدر عمل نقلة نوعية كبيرة بسماع الإذاعة وبتطوير إذا بدك الحديث المناطقي بالإذاعة، يعني بيستضيف الشمال والجنوب اثنينهم، بيستضيفوا فعاليات مجتمع مدني، بيستضيفوا قوى سياسية، بيستضيفوا بيتابعوا أخبار المناطق على كل المستويات بشكل مفصل أكثر، غير ما نكون عم نحكي هيك أنه لبنان ككل ويطلع النصيب أقل. أحيانا نشرات الأخبار المناطقية بظل الاحداث الكبيره اللي عم نشهدها ما بيطلع لهم محل، فهلا لا عم نعطيهم حيز ساعه اسبوعيا بياخذوا الوقت الكافي. فاليوم عندنا حديث الشوف والاقليم كمان يلي هو كمان رح ينضم لاسره الاحاديث، انه لانه مع زميلتنا خديجه حجار يلي هي كمان زميلتنا بجريده المستقبل، هي رح تتولى تقديم برنامج حديث الشوف وجغرافيا الشوف، بس هو عمليا حديث الشوف واقليم الخروب، لانه لاحقا كمان عم نشتغل على البقاع وعلى باقي المناطق لحتى نقدر نغطي مساحه الوطن بالاخبار المناطقيه. وهذا البروجرام الثاني.
في عنا كمان برنامج اقتصادي عم تعدوا زميلتنا محاسن الحلبي، كمان هذا الجانب كان مش كتير إذا بدك موجود، وكان حيزه من ضمن مجموعة برامج أخرى. فهلأ محاسن هي رح تتولى شق اقتصادي كامل، هي رح تتولى عملية إعداد هذا البرنامج. في برنامج بلشنا فيه مع زميلنا أبو عمر الكردي، فهو اسمه عيون الشرق. عيون الشرق عم بيتعاطى مع القضايا النفسية، مع حالات نفسية، مع أمراض نفسية شائعة بالمجتمع، التوحد، العنف ضد الأطفال. هو يعني ما له زمان بلش، بس عمليا هو جزء من هذه الشبكة. بس كان في هيك بيني وبين زميلنا أبو عمر أنه بنقدر نبلش فيه ولو قبل بأسبوعين ثلاثة من لا بيرجع هو بينضم للشبكة. وفي برنامج عم بيعدوا زميلنا الجديد، مش الجديد، هو برنامج جديد البرنامج جديد زميلنا صبحي قبلاوي، قصة نجاح. قصة نجاح هو بيتولى كمان تعريف بشخصية أثبتت هذه الشخصية أنها نجحت بأي مضمار من الحياة، بالمضمار الطب، بالمضمار الهندسي. هي صعبة لأنه النجاح كمان نسبة، يعني لا هو من نظرة مين النجاح كمان؟ لا هو النجاح له حيثيات وله معايير طبعا، فإذا ما توفرت المعايير والحيثيات ما في نجاح. يعني طبيعي ما رح نقدر نحكي عن مين ما كان، أنه إذا طبيب قدر عمل بفترة وجيزة إنجاز طبي وهذا الإنجاز كان مكرس وتم الاعتراف فيه على مستوى عالمي ومحلي، فهذه قصة نجاح ولو محدودة بإنجاز طبي صغير. إذا رجل أعمال قدر عمل قصة نجاح كبيرة، يعني انطلق من العدم أو كان عصامي وانطلق من الصفر، كمان هذه بنسجل له فيها قصة نجاح. فهي قصة النجاح عمليا بترجع حتى لو رجل دين قدر عمل نقلة نوعية بخطابه الديني أو بالخطاب الديني، كمان هذه قصة نجاح، لأنه الخروج على المألوف نحو الأفضل بيسجل فيه الواحد قصة نجاح. مشان هيك هي المروحة واسعة، مروحة النجاح كتير واسعة، والمعايير معروفة ما كتير، لا تخضع لمقاييس شخصية أو مقاييس، في مقاييس علمية وفي مقاييس هي اللي بتحدد. نحن رح يعني الصبح نكون بيظ الله. شو عنا بعد لكان من الأشياء الجديدة يلي رح تنطلق؟ هني عمليا هودي الجديد الجديد. هلأ عمليا في تغيير سيطرأ على برنامج صباح الشرق اعتبارا من 3 أكتوبر بمعزل عن شبكة البرامج. هذا التغيير يعني أسبابه خارج عن إرادتنا، بس هو التغيير يعني نتمنى أنه يكون يأمن مسيرة هذا البرنامج، يعني ما يشكلنا إذا بدك نقلة سلبية، بالعكس نحن نتمنى أنه يكون نقلة نوعية وإيجابية نحو هذا على المستوى البرامج الجديدة. هلا على مستوى البرامج القائمة يلي كانت بعدها موجودة شو بقى؟ فعنا أولا برنامج الصباحي اللي هو نحن كتير بنعتز فيه وبنعتبره من أنجح البرامج الصباحية، يمكن حتى مش بس إذاعيا، هو برنامج الشرق اليوم يلي هو كتير منوع ووتيرته سريعة وبيقدم معلومات جدية. بهذا البرنامج يعني بعد ما انسحب من عنا الزميل إلي الحاج، انضمت لنا زميلة جديدة اسمها ألين كريم، هي عم تساهم بالإعداد بهذا البرنامج بالجانب السياسي فيه وإلى آخره. في هذا البرنامج مكمل هلا عزيز. كمان عم نسعى لأدخل بعض دائما التعديلات، دائما التعديلات بتعطي روح جديدة، التعديلات بنكهة جديدة. ما بعرف إذا رح ننجح بهذه التعديلات بالفترة الوجيزة. لا بس بعتقد يعني رح ننجح بإدخال بعض التعديلات علي بهي الفترة، وإذا مش دغري يعني مع شبكة البرامج أكيد لاحقا رح نعمل تعديلات عليه، لأنه تقريبا صارت جاهزة الفكرة عنا كيف نحافظ على هذا الزخم وهذه الجدية بهذا البرنامج، ونقدر كمان خليه يواكب إذا بدك الإيمج تبعنا، صورتنا نحن كإذاعة الشرق يعني اللي هي إذاعة فئة أولى ومحطة هادفة. هلا وراء لنا صباح الشرق اللي هو بتقدمه زميلتنا ميراي، كمان يعني داخل عليه تطور بنحكي فيه نبقى بوقته. هلا زميلنا هادي مكمل بمحطات، لانه برنامج محطات اللي هو برنامج تواصل مع الناس، بيعالج شؤون اجتماعيه، قضايا الناس، مطالبهم.
فهذا البرنامج اثبت انه بهمه الاستاذ هادي اثبت انه قادر يقدم خدمه فعليه للناس، يعني نجح بمحطات كثيره بانه من خلال التواصل مع الناس يقدر هادي يحل كميه من المشاكل بالتواصل مع بلديات، مع ادارات رسميه، مع ادارات عامه، مع حتى شخصيات اذا بدك على المستوى الشخصي وعلاقاته وعلاقات الاذاعه، قدر يقدم خدمه هادي للناس. ونحن بنعتز بهذا البرنامج ومقررين نكمل فيه ويمكن نجرب نلاقي له حيز اوسع شوي. هلا بعد الظهر قلت لك في مجموعه هاي البرامج الجديده اللي رح تطلع، الخمسه برامج. في البرامج اللي كمان مكمله اللي هي ماي تاتش اللي بتقدمه، البرنامج التجميلي بتقدمه زميلتنا ميسون هلال. في برنامج حكي رياضه اللي بيقدمه صبحي زميلنا اللي هو كمان رياضي بيهتم بشؤون الرياضه. حديث الشمال لنا وحديث الجنوب كمان هودي مكملين ورح ينضم لهم ايوه حديث الشوف. هلا في عباس على طريقك، عباس حسن زميلنا المهضوم، فهو كمان مكمل من الخمسه للسته. على الست ونص في الست في نشرة أخبار رئيسية، ست ونص في زميلتنا ميسم درزي كمان هي عم تقدم مع ميسم برنامجها. بعدين بننقل نشرة الأخبار، نرجع على التسعة يوميا عنا برنامج تواصل مع الشرق يلي عم بيقدمه زميلنا عمر أسأس، وهو كمان من البرامج اللي بلشناها برمضان على سبيل التجربة. هذا البروجرام الحقيقة قدر عمل نقلة نوعية بالإذاعة، وحاليا يعني صاروا حديث الشمال والجنوب اثنينهم عم مشين على طريقه. عمر قدرنا نحن وياه نعمل إنجاز لأول مرة بينعمل على مستوى الإذاعات، نقدر ننقل الإذاعة لايف على الفيسبوك بنفس الوقت يلي بالسيارة وبالبيت عم بيسمع الإذاعة. ففي ناس اللي عم بيشتغل على الكمبيوتر وفاتح فيسبوك كذا قادر يشوف ويسمع عمر أساس وقادر يتواصل معه بكل وسائل المتاحة. في يبعث له فويس على الفيسبوك، بيقدر يبعث له تشات بوكس على الفيسبوك وعمر بيرد عليه وسواء على الفيسبوك، واللي بالسيارة أو بالبيت بيقدر يتصل على الاستوديو مثل أي بروجرام موضوع عادي. موضوع التواصل هيك كثير مهم للناس تقدر دغري تاخد إجابات وقت اللي هي بدها. هلا الإيجابية والأهمية، يعني احنا بلشناها هي الفكرة برمضان على اعتبار إنه ممكن على سبيل التجربة، فأثبتت إنها أكثر من ناجحة. حاليا يعني اللي عم بيتابعوا عمر قصقص على الفيسبوك حسب الكاونتر العدادات تبع الفيسبوك عم بيتجاوزوا 600 ل 700 الف شخص. هودي يلي بيحضروا البروجرام على الاقل لفتره 6 دقائق، مش اقل من 6 دقائق. هذا الفكره اللايف ستريمينج على الفيسبوك نقلناها على حديث الجنوب يلي كمان وصلت ارقامه لل 500 600 الف، وبنفس الشيء على برنامج حديث الشمال. الفكره قصه التواصل مع المستمعين ومع المستمعين والمشاهدين على الفيسبوك عم تحقق لنا تقريبا بما هو موثق بحدود 1.5 مليون للمليونين مشاهد مستمع اسبوعيا على 3 برامج فقط. فهذه الفكره رح نحاول رح نعممها، يعني رح ننقل فيها. احنا بلشنا بتواصل مع الشرق، حديث الجنوب، بعدين حديث الشمال، لاحقا رح نعممها على برامج اخرى لنقدر نعزز حتى هذا التواصل. انا بدي اقول لكم يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله هالدوره الجديده تكون عند حسن ظن مثل ما بنقول جميع المستمعين يلي عم بيتابعوا اذاعه الشرق، ويعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. الله يعافيك وشكرا لك. كمان مره بناخذ بريك وبنرجع بنتابع، خليكم معنا.